إذن مشاهدين تشبيه قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء وبالضبط من قلب سوق الدواجين للجملة. الحمد لله الباح كان الثمن ديال الدجاج الرومي 830 ريال، يعني 16 درهم و50 فرنك. يوم طاح يوم القص كاينه المفاجأة غادي يقولها لنا الحاج الجرمومي، حاج الجرمومي بائع الدجاج بالجملة بسوق الدواجين بمدينة الدار البيضاء. السلام عليكم، كيف سيدي بخير؟ لاباس؟ الحمد لله، الله يحفظك، الله يبارك. الحاج طاح الدجاج، طاح الدجاج اليوم هذا شحال طاح؟ 310 15 درهم ونص، 310 درهم على الباب، واحد درهم حنا الفيرما دارت البارح 14 درهم ونص. علاش طاح؟ كاين السلعة، كاين السلعة وكاين الدجاج غليظ موجود. ما ولفوش غلق، لا ما ولفوش، ما صافي ما يدوزو الرخا، باغي مسكر الرخا. الحاج صافي باغي مسكر الرخا، معاه الله يكون في العون. يعني اليوم 310 310 والفيرما المغرب كله البارح الا وجه اللي دايره 300، كلشي 14 درهم ونص في الفيرما كله في المغرب كله. وكاينه السلعه بزايد، كاينه السلعه موجوده، كاين الكافي بالسلعه الرومي موجود كثير، كاين السلعه اليوم بين السلعه بزاف. وكاين الدجاج غليظ، ما كاينش الدجاج ديال 2 كيلو قليل، الدجاج غليظ موجود 3 كيلو 3 ونص 2 ونص موجوده. هذا الرومي، الرومي الدجاج الرومي. وهذا هو الدجاج الرومي الغليظ شحال كتباع الكيلو؟ الغليظ كان هو اللي كان طالع هاد السيمانه اللي فاتت، ولكن اليوم طيح، هو اللي طيح في السوق اليوم. شحال طيح دابا؟ اليوم 310 اليوم باش تباع. 310 هادشي اللي كاين. يعني الناس اللي ياخذوا يبغيو ياخذوا الدجاج الغليظ باش يخليوه في الدار يقسموا على 4 ولا 5 مرات. شحال ياخذوا من عندهم؟ ياخذوا ب 350 وما يزيدوهمش ريال، حنا نقول لهم داك الشيء التصريحات اللي كاينه. 350 ريال. 350 هما اللي توصل لهم 350، ما فيهاش 350. ويحسوا حسابهم ويخدموا الخدمه ديال المغاربه، ما يقولش انا عندي الفلوس نزيد الفلوس ما عنديش المشكل. الا ما عندكش المشكل راه تنتصرهم باش يزيدوا على الناس الدراوش، ماشي انا نجي انا تنسمو الناس، انا تنسمو الناس تيسمع انا واحد ولا باس عليه تيطلع عليه من الطوموبيل يدير 10 طيور. خاصة نشوفوا داك اللي باغي يدي طوير وباغي يدي رخيص، ما نضروش انا، خاص انا اللي سبب لي انا فانا وخد الدجاج باش قالوا لي خدته، راه تنضر داك الدريوش اللي ما عندوش نزيد عليه انا واحد 5 دراهم وهو زايده فيه. خاصة نقول لهم داكشي اللي داروا، والمغاربة حنا خوض ونضامنوا بحال 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 الكبير بحال الصغير بحال بحال، هي نفس العملية راه كلشي بحال بحال، غير تبقى امتيازات. كاين شي واحد عنده رزق الله يسهل عليه، وتا داك اللي ما عندوش عنده رزق، عنده وليدات، عنده عائلة، عنده الحمد لله. الثمن ينخفض غادي يزيد في الوفرة. كاين السلعة موجودة، كاين السلعة موجودة، السلعة كثيرة، كاين السلعة باينة السلعة. يعني الخير موجود. الخير موجود، الله يقوي في البلاد ديالنا. والله يحفظ المغاربة، التجار ديال المغرب، الفلاح الصغار والكبار الله يحفظهم، اللي تيوجدوا وتيسهروا وتيخدموا باش يوجدوا لنا وتوفروا لنا المنتوج الغذائي في المغرب كله. الجودة؟ الجودة راه السوق تقدر تشوف، تشوف انا ما بغيتش باش ما يجيش يشوف باش يشوف شنو كاين، انت ما بغيتش يعرفوا الدجاج شنو كاين، وراه ماشي غير هذا، شحال قال بغيت عشان نوريهم كلشي نبينوا لهم ونوضحوا لهم مزيان. الخير موجود، حاجه واحده غير نقدر نزيد البيع. لا غادي يقدر يطيح، هو دابا الرومي دابا كاين موجود، ولكن ماشي غير شي طيحه اللي غادي دير ديك الطيحه اللي خايبه، هو غيبقى في ديك 14 14 في الفيرما الدار، وغتبقى
وانا راه غادي نبقى نلعب ما بين 15 وصلت شي حاجه غادي هذا الروي ولا كانت حاجه ثانيه غنوصلوا لهم حنا يوميا غندير داك الشيء اللي بالضبط ما غنزيدوش عليهم حنا كرام ما غنزيدوش عليهم الكرواسيه الحمراء ديالهم قليله هذه الكرواسيه الحمراء اليوم داخلين فيها 7 البياض شحال ديالهم اليوم المكسيه دير 10 دراهم 5 دراهم 5 دراهم حافظات على الله حافظه الثمن ديالو ولكن كنتوا عليهم بسرعه اليوم ما اليوم غتكون زايده الحمراء الحمراء غتزاد شويه شحال الحمراء غتزيد غتزيد واحد شويه ما غاديش غتزيد زياده كبيره شحال هي خدها شحال هي خدها على مواطن المكسيه انا المكسيه ياخذها ب 12 درهم واللي منتوفه ياخذها ب 15 درهم ما حد كاين شي ناس العريانه حتى حتى تكلفي على الوحده كنتي بيعها في الحانوت يا ريشو تيبقى الوحده ياخذوها ب 15 درهم اليوم ياخذها ب 15 درهم وغدا نقول انت التصريحات اللي كاينه ما يفوتوش 15 درهم ولا مغطي ياخذها ب 12 درهم في الحانوت هذا هو الثمن ما يزيدش عليهم اللي بغى الريش وباغي يشري الريش وباغي يشري الكولور وباغي يشري داك الشيء اللي تشوفوا واعين وعجباته 12 درهم واللي باغي عنده يعيش مع الوليدات راه بحال هذه بحال هذه غير الفرق في الثوب فين كاين المشكل ها هذه عند الريش وهذه ما عندهاش انا وريتك شرحت لك كيفاش هذيك الدجاجه الحمراء المكسيه راه تيقولوا لي مرات توصيه تيكذبوا عليهم وهاد الدجاجه الحمراء المنتوبه تغيرها باينه راه واضحه تيدوي ريشو دوك الناس كاين راه غير موجوده ماشي غير راه كاين عدد ديال الناس تيذبحوها تيبيعوها مذبوحه باش تطمن المستهلك المغيب ياكل الدجاجه الحمراء ما يخافش منها الدجاجه الحمراء ما يخافش منها ياكل الحمراء وياكل الدجاج الرومي وما يبقاوش يتشكاو انه اللحم 90 درهم 100 درهم ويشرو فيه يعني دور الدجاج راه كاين دجاج رخيص كاين بيبي رخيص بيبي راه دلا داند ديك الرومي بيبي شحال داير البيبي داير في الفيرما البيض داير 19 درهم ونص في الفيرما الكيلو لا حنا حنا خاصنا نوصلوا ليهم الفيرما ونوصلوا ليهم هنا باش يفهموا تما الفيرما شنو كاين دابا كاين الفيرما كاينه من 18 درهم حتى 19 ونص 18 درهم داك داك البيبي شحال داير هنا داير 22 درهم 21 درهم ونص شحال ياخذوا من المول ياخذوا انه هما تيبيعوا لحم ما تيبيعوش حي انت ما تيبيعوش ولا بغى يجي عندنا السوق مرحبا به راه 22 درهم كاين في السوق الا 22 درهم الا عنده شي صاحبه بغى يجي هنا ويوزع هو ويا شي واحد راه يجي صاج ما جارو ويذبحوا له ويقسموا كاين فين يذبح كاين كلشي كلشي موجود كلشي كاين هذا هو اللي هو كاين وكاين السنه كثيره علاش يبقى انا وبيبي يسول على راسو اي طبيب يسولو راه صحي ومزيان وياكلو ورخيص وتيساعد وتيدير قطبان تيدير سطيك تيدير فيه اي حاجه فيلي اللي بغى يديرها منه يديرها منه عنده فيه الفيلي فيه اي حاجه بغى يدير اللي عجبه يطيعها منه اللي بغى يديرها يديرها من البيبي زعما ما ياكلو وسلعه مليحه وسلعه ناضيه وتنشكروا الفلاح الكبار اللي تيسهروا باش يوصلوا المعلومه للمواطن المغربي مش لا كاين المراقبه كاين الطبيب كلشي كاين كلشي موجود ما تدخلش حبه هنا مريضه ما كايناش شي حبه اسمه هو الاصل باش نكونوا واضحين ما كاينش دجاج مريض نهائيا في المغرب كله باش نكونوا واضحين باش ما نخلعوش المغاربه نقول لي حقا واخا الحد كيجيو شوف حنا ما ندوش هضروا ديك الهضره انه الناس باغيين باش يدخلوا للسوق تيقول لهم تيجيو تيجيو كاينين دابا كانوا لي في 3 الصباح الوحده تيتحل عندنا السوق حنا الزين اللي دايرين في 3 ديال الصباح تيكون كان طبيب الصباح وكانوا البوليس دابا كاينين وكلشي كاين موجود دابا كلشي موجودين كلشي كاينين كلشي حاضر الباح ملي كتخرج من هنا لقيت مع واحد الراجل ديال القوات المساعده مرحبا قال لي كان شكرو على القوات المساعده القوات المساعده فوق راسنا والله الا شوف شوف جميع شوف اسيدي الله يرحم الوالدين الامن ديالنا والدرك الملكي تنشكروهم والقوه المساعده والوقايه المدنيه والله الا فوق راسنا قصي الحموشي الله يحفظه لينا لانه صاهر وعبد النباوي راه معروف راه الرجل اللي معروف السي عبد النباوي رئيس الامن ديال المغرب كله تنشكروه من هذا المنبر تنشكروه جزيل الشكر ماشي تنشكروه انا راه باغي انا راه ما باغي والو انا خدام وحاضيني واخا هما ما باينينش انا راه حاضيني تنشكرهم والله الا حاضينا كتعنى بهم راه خوف فوق روسنا علاش عجبني فوق روسي لانهم كيديروا خدمتهم تيديروا خدمه المواطنين تعانوا خايفين على المواطن باش ما يضرش وخايفين على بلادنا باش ما تمش وتيسهروا ما تينعسوش وتيخدموا نفس ما تيخدموش على السمعه تيخدموا على النفس وعلى الوطن ديال البلاد على الرايه المغربيه وعلى الوطن ديالنا تيخدموا للامن والدرك وجميع المكونات اللي باش نشرحوا للمواطن المغربي سي عبد النبوي هو رئيس منتدب
للهيئة ديال المغرب كله. على الهيئة القضائية بالمغرب. بالمغرب. هو هو كل القاضي في المغرب. هو كل بعد سيدنا الله ينصره. سيدنا الله ينصره تيختار لنا الزوينين وتيحطهم لينا. عاش الملك. وتيحطهم لينا سيدنا. عاش الملك. وكله في قلب المغاربة سيدنا في قلب المغاربة كله. شنو تقولوا ذاك هادي اللي ذاك الخائن؟ اللي خائن اخويا ماشي من بلادنا ما تنعرفوش. هذاك اللي ضد اللي بغى يمس بلادنا حنا ما تنحملوش وما نبغيش. واحد البلاصه فيها العجاج والتراب. لا هادو شوف. هادي اللي اش اجي الشريف اش؟ هادوك الناس. شنو واحد البلاصه فيها العجاج والتراب. هادوك الناس يبغوا باش يضروا البلاد. هادوك الناس. اش اجي عندي الشريف اش عندي؟ خد علي الله هذاك. هادي اللي شنو تقول له؟ هذاك سخط علي الله. كان عايش فيه خير ولا خير. سخط علي الله. زغبور الله. زغبور الله. وخاين هذاك اش غندير ليه؟ وخاين هذاك اش غدير ليه؟ التراب والعجاج. سلام عليك. غنقولوا ليه؟ هذا راه السبارك عويطه انه هو رباطي. هو راه دكالو تيقول لي رباطي. ولكن جات حاز عندنا في هذا المارشي راه انه تيكره سيدي دار هذا الظلم. عمك انا دار الظلم هذا. حنا ما تردوش به واللي تيمس البلاد ديالنا ويقيسها راه كاينين السلطه. وكاين حنا ما تنبغوش نمس بلادنا ولادنا عزيز علينا وتنبغيوها تندافعوا على بلادنا وتنبغيوها تنحبوها سمعتيني احنا شوف ماشي السوق حنا تندافعوا ليه سيدنا الله ينصروا لي دافع لنا على السوق هو اللي حطوا لينا وتنشكروا سعادة العامل ديال عين السبع اللي دار معنا اول لقاء داروا معنا وقال لنا فين غادي يتحول السوق وغادي نخدموا معاكم وسي المعوني رئيس الامن اللي واقف علينا يوميا سهر معنا وما كانش يتوشينا والبوليس يصبحونا وفين ما قال لنا سيدنا تحاولوا تحاولوا وانا نعطي انا يقول لي سير القرقارات وقف في الحدود فين ما قال لي برك نبرك يقول لي القرقارات تمشي فين ما قال لي ولا قال لي سير ولا قال لي سير شفاقه نمشي الدين ديال شفاقه تحياتي للوجاده تحياتي للوجاده والبراكنه والنواضر النفس وأهل الحسيمة خوتنا وحبابنا ما نفرقوش بلادنا بلادنا مجموعة وسيدنا واحد الله ينصرو والحاجة اللي غادي نضبطها نهضرو عليها تنهضرو على الدجاج وحاجة واحدة اللي غنوضحها للمغاربة مزيان وباش يعرفوها الله يرحم الوالدين الناس تتشكاو من الماء تتشكاو بالشرب والماء صيطوا لي ناس البارح قال لك ما كملتوش الموضوع ديال الماء المرأة المغربية ملي تبغي تغسل في الكوزينة تعمر واحد السطيان ديال الماء وتغسل ما تبقاش تغسل في اللفتة تغسل لها سطيان يطرو ماء انه تمشي تخسر عرام ديال الماء نتكيسوا على بلادنا تنوصلوا والله راه غادي يعطينا ولكن خاص الراي ما نضيعوش بزاف ما نضيعوش بزاف ما نضيعوش انه ما نفوتوش العدد ديال الطاقه اللي تنضيعوا الطاقه ديال الماء حنا محتاجين له واقفين عليه خير موجود كله وانه الماء اللي تيهضروا تيسولوا عليه الناس هو قليل ماشي نقول لك راه كاينو حنا هو كاين داكشي اللي كاين خاصنا نتكيسوا عليه تيدير لنا الله خير والحمد لله الله ديما داير الخير انه الناس راه تيجريو الناس راه تيجريو وتيبحثوا وتيقلبوا باش يوصلوا لينا وباش ما نضيعوش الماء وباش ما نضيعوش الطاقه وراه كاينين الناس اللي في بعض المدن اللي مساكن تما حنا وتحيه لصحاب اكادير الفلاحه ديال اكادير اللي تيهبطوا ب 500 متر و 400 متر وتوجدوا لكم الخضره وتوجدوا لكم جميع المواد ديال الخضره المغاربه الحراس سواسه سواسه ولا تيمه و 44 انه اللي تيوجدوا وتيحبروا وتيقلبوا اللي السلعه ديال اكادير يومين داخل المارشي ديال المغرب كلهم سمعتيني انا واحد كل الناس اللي تنشكروهم اللي جميع اكادير كل الخضره تجي منه وتيغطي المغرب كله ولكن واش دابا الناس اللي في اكادير كيجيو الدجاج غالي لا بحالنا بحالهم ولا ما كاين ترونسبور لا والو لا شوف ما يبقاوش يكذبوا على الناس ما كاين ترونسبور غالي لا والو انه ترونسبور انه دابا حدا بالكاميون تيمشي للبير جديد نواحي انه تيمشي دابا بحال دابا الكاميون تيمشي للبير جديد 160 فرق ولا 170 فرق بحال الزاويه 2000 درهم اكادير تيمشيو لي حنا ب 5000 درهم 6000 درهم الكاميون ولكن الكاميون تيجي ب 10 طون الا شدينا العدد قسمناه على 10 طون غيعطينا 50 فرنك هذا هو اللي كاين اللي غتزاد ما يبقاش بغيت يكذب على بنادم هنا كاين 300 تكون 310 دريه عندهم بحالنا بحالهم عندهم تما كسابه كاينين تما كاين كسابه راه الناس كاين كسابه تما ديال اكادير اللي هزين الصحراء كلها مغربيه هزينها كامله من دجاجها من جميع من البيض من جميع المكونات ديال المغرب كله
واش داب وحده اللي بيعرفها 15 درهم يبيعوا ب 18 درهم اليوم، حنا بحالو كلشي بحال بحال ما يزيدوش، وهادو يديروا 17 ونص. والدجاج الحمراء راه قليله ما كايناش اليوم، ويا ازرق اليوم الدجاج الحمراء، ويبيعوا الكسابه ديال الحمراء. انا تنقول لي من هنا من هذا المنبر يدلوا ديالهم ويتخلصوا، حنا قادرين نشريو عندهم ونشريو عندهم بالثمن، ما يبقاوش يديروا لنا الثمن الخايب اللي ما مزيانش. شرح لينا القضيه ديالهم. دابا انا ما فهمتيش، ولكن غنوصل لك كيفاش تفهم. حتى المواطن يفهم. دابا الدجاجه الحمراء تيجيو تما تيكذبوا عليها، تيبغيو يطيحوها تيوصلوا ديك الجدره بجدره ونص باش تيوصلوها باش يبداو كاين شي الناس راه خدامه في السوق ديال كاين هذه الخدمه موجوده في السوق، ولكن حنا نقولوا دوك مالين الدجاجه الحمراء يدلل ديالو ويتخلص به. يدللها هي انه يحط البيع ويعيط للكسا البيع والشرايا ديال المارشي، وما يبقاش يعيط جوج ثلاثه والاخر يعطيه في التليفون الو اعطيه 60 اعطيه 70 اعطيه 80 ريال ما تفوتهاش لي وانا غندير ب 90 ونعطيها لك. خويا دلوا راسكم وحنا راه كاينين، ولا ست الشريات ولا 8 نشريهم عندكم ما كاينش المشكل، حنا باغي نتعاونوا على بلادنا ما نضروا حتى شي واحد ما نضروه حتى واحد ما يضر. واليوم اخويا باليوم بهذا النهار ان شاء الله ما يفوتوش المغاربه 350 رومي، والحمراء 12 درهم، والعريانه 15 درهم الوحده، ولا داند كاينه 19 ونص في المغرب كله، وديال انا وليت يذبحوا الشركات تياخذوا ب 18 ونص 18 درهم باش تياخذوا ياكلوا بيبي راه صحي ياكلوا بيبي، ما يبقاش يدور انه الحمله كان غالي خلي دوك الناس اللي يقدروا عليه مره مره نشريوه. ما نشوفش واحد البلاصه انه حنايا قليل عندنا في اللحم ونبقاو تابعينا، ما نبقوش تابعينا، خاصنا حنا نبقاو انه في المغرب حنا خاصنا ندورو انه كاين السله كاين بيبي كاين الدجاج كاين الكرواتي الحمراء. البيض راه 80 فرنك ياكلوا البيض، البيض راه ب 80 فرنك راه ما غاليش، وديال الديماراج البيض حتى دوك العيالات ولا الرجال اللي تيشريو البيض راه كاين غير 60 فرنك ديال داك الصغيور. طايح الحمد لله، طايح السلعه موجوده ما كاينش المشكل فيها، هذا هو اللي كاين. وحنا سيدي تنشكروك على هاد الخطوه اللي دير عندنا، وحنا راه ما باغينش الفلوس، غلط شي واحد يسعفنا باغي نتجلع مع شي في تيفي، راه باش نوصلوا ليكم احنا لا بغيتوا الفلوس راه كاينين عندنا باش نعيشوا. والرساله اللي غتوصل ديال سيدنا الله ينصرو والله يحفظوا لينا والله يطول ليه العمر، ونطلبوا نشوفوا في احسن صوره يوم القيامه في الدنيا. باغي نبوس ليه يدو وغنبوس ليه يدو، الله ينصرو ونسلموا ليه الحسن ومولاي رشيد الاسره العلويه الشريفه، انه اللي تركت الرسول صلى الله عليه وسلم ولاد جدنا رسول الله، هذو تنطلبوا الله حنا ديما تنوجدوا لهم التحيه باش حنا هذوك الناس عزازين علينا وفي قلوبنا، والمغاربه كلهم تيموتوا عليهم وكلهم تيحبوهم، والناس راه تيعيطوا ليا وتيقولوا تيشكرونا على الدعوه اللي نصيفطوا لسيدنا. انا المغاربه كلهم ما كاينش واحد تيكره سيدنا، واللي يقول لنا شي والمغاربه كلهم واحد واحد حبه حبه في المغرب كله تيموتوا على سيدنا وتيموتوا على الرايه ديال المغرب، كلشي تيموت عليها. وغنمشي للكركارات وغندير التصوير انا ولادو وغنصيفطها لكم تشوفوها ان شاء الله. الله يرزقك السلام عليكم. عائشه الملك، عايشة الملك، عايشة الحلاوية، عايشة رئيس الجمعية، عايشة الملك، يلا شكرا. شكرا، إذا شكرا مشاهدينا الكرام كيف تابعتوا معنا من قلب سوق الدواجن بالجملة، المغاربة بائعين الدجاج بالجملة كينوهوا وكيوجهوا رسائل ديال الحب وديال الاعتزاز وديال الطاعة والولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وللأسرة العلوية الشريفة. واليوم غادي نعاودوا نأكدوا بأن الدجاج اليوم غادي 100 داير 310 ريال هنا نقص بدرهم، غادي تاخذوا 350 هذا الرومي، والدجاج الكروازي غادي تاخذوا 5 دراهم الكيلو، دجاجة العريانة كيف كيقولوا هما غادي تاخذوها ب 12 درهم دجاجة الكيلو، غتاخذوها الدجاجة اللي مغطية اللي كيقولوا لكم الطاوسي ما هي غا بحال بحال، و سي جامومي غا قال لكم جميع الأثمنة اللي كتقلبوا عليها هذا المباشر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر. شعارنا الخالد الله، شعارنا الخالد، شعارنا الخالد الله الله، الوطن الملك، الله ينصره.
والله يحفظه وراك في قلبنا سيدنا.